ما كانش من المقرر انا نتدخل، ولكن بغيت غير باش نوضع الاخوان كلهم في الصوره، بان هذا المكتب وهذا جمع هذا المكتب اللي تيترأسو السي جواد وباهجي مع الاخوان، فهو جا في واحد لا كونتينيتي ديال واحد العمل اللي دار من شهر ديال نوفمبر ديسمبر ديال السنه الماضيه مع واحد الاخوان بعض الغيورين ديال النادي المكناسي، اللي كنا فين ما مشينا تيقول لك واش مكناس ما فيهاش رجال وصلت لهذا الشيء هذا. اليوم فاش الناس ديال مكناس نية الحسنة اللي معروفين وما عندهم حتى شي عن انتيغي شي مصلحة في هذا الشيء هذا، تيتحاربوا اللي حاجة في نفسية حقوق ما عرفناش شنو هي. فلهذا اللي بغيت نقول ونعاود ناكد، حنا هاد الناس هادو راه جزء من الحل، ما عمرهم يكونوا جزء من المشكل. فإذا كانوا غادي يطرحوا مشكل فهما تينسحبوا، الحب ديال النادي المكناسي ما حتى واحد ما يمكن له يتبناه ولا يعطيه. وحنا الهدف ديالنا اللي كان باش نوسعوا ديك القاعده ديال المنخرطين بوغ انتيغيسي لي جون كما تيقولوا الاخوان معنا، ان النادي المكناسي ما تبقاش اوطاج ديال واحد الناس. تيجي تيقول لك الا بغيتي الكوديم ها هي، شكون انت؟ الكوديم راه ديال المكناس. دونك حنا منين جينا بهذا الخطاب وبهذا النوع ديال التعامل، يمكن ما عجبناش بعض الناس، فهما اليوم تيقوموا بالتشويش والبلوكاج لعدم انجاح هذه العمليه. حنا ما غنمشيو للمحكمه، ما غنديروا الطعن، ما بهدوء، ولكن المصلحه ديال الكوديم تتقضي هذا الشيء هذا، والحب ديال الكوديم ديالنا ديال الكوديم ما غيحيدوا لنا حتى واحد. دونك وغنبقاو في هذا الاطار، وتنتمناو التوفيق للنادي المكناسي. ونعاود نقول بان النادي المكناسي الا ما كانش مشروع ديال المدينه في هذه الظروف هذه، الا ما كانش مشروع ديال المدينه، السلطه، منتخبين، جمهور، منخرطين في حاليه اقتصاديه، يعني الجميع راه ما يمكنوش ينجح. الا ما كناش كنا في باطو واحد في هذه الظروف هذه اللي تعيشها مكناس والكوديم، راه ما يمكنناش ننجحوا. الا كان غير واحد يتخلى من هذه المكونات على الكوديم فراه ما يمكنش ننجح. فهذا الا ما كانش هذا الاجماع على هذا المشروع هذا، فما تنشوفش كيفاش يمكن الكوديم تنقذ. وشكرا.